كوره ما تعداش، برافو الدفاع. هنا كريم بنزيما، كرة في المرمى وجول. لا أجمل ولا أحلى من هذه، كرة تعلق الشبكة. أي مهارة يا ولد، كانت على وشك أن تضيع، باعتقادي أنها ارتطمت أسفل العارضة قبل الدخول. هدف سهل برشا، سهل برشا. هل ممكن الحارس يتحمل مسؤوليته؟ برأي عصام الهدف لم يكن سهل.